مرحبا، أهلا وسهلا فيكم. اليوم بدي أتطرق لأحكي عن دخول كوكب المريخ لبرج العقرب من 12/10 لغاية 24/11، تقريبا 40 يوم. فهيدي الفترة أكيد عم بيدخل الكوكب لشرفه، لبيته، لأنه كوكب الحاكم للعقرب. أكيد هيدا كوكب مثل ما بنقول الحرب، اللي عنده هجوم على طول. بدنا نشوف كيف بده يأثر على كافة الأبراج. بداية مع برج الحمل، أنا بطلب منك بهيدي الفترة مولود برج الحمل تكون رايق وتبتعد عن المغامرات المالية، وخاصة المستحقات المالية، شيء بخص البنوك، الأموال المشتركة، لأنه هيدي الفترة بتكون دقيقة، منا كتير مريحة بالمعاملات المالية، بالعقارات، بالملكيات، بحصر الإرث. هول يفضل تأجلهم لحين خروج المريخ من برج العقرب، وحاول ما تدخل بأي محكمة. لا ينصح بدخول إنه ترفع قضية قضائية بهذه الفترة، لأنه ما رح تكون لصالحك. وما تدخل بأي شجار مع شركائك بالعمل وشركائك بالمال وهالأمور هاي. هلأ بالنسبة للأمور يلي بتكون شوي مريحة، وقت لأنه المريخ بخليك تعرف الصالح من الطالح، يعني بخليك تعرف عدوك من صديقك، يعني مين عم بيطمع فيك. أما مواليد برج الثور، أكيد هذه الفترة بدها تكون دقيقة، بدك يكون عندك اندفاع وجرأة ومتسرع بعلاقاتك العاطفية والزوجية. والبعض يمكن بيوقع بالحب من النظرة الأولى، والبعض يمكن يصير في تلاسن وشجارات مع الشركاء العاطفية والزوجية، لأنه بصير مولود برج الثور عنده عناد وتشبث بالرأي. ففي يمكن البعض انهاء علاقات. حاول ما تواجه هذه الفترة، كون رايق، كون ودود، وانتبه لعلاقاتك المشتركة بالعمل كمان. يمكن يكون في عندك فسخ بعلاقاتك علاقاتك العملية، فكرمل هيك هيدا يعني المريخ بخليك تخسر أشخاص. هذا اللي بدي أقولكم إياه. والحلو بالمريخ إنه بخليك يكون عندك حب المغامرة وتجربة أمور جديدة بعلاقاتك. أما مواليد برج الجوزاء، أكيد عم بيكون بالبيت السادس، بيت الصحة، بيت العمل، يعني فترة القادمة بيكون في تركيز على الوضع الصحي. يعني معقول يكون في عدم استقرار بالصحة، تتطرقوا لبعض الأمور الصحية، بدكم تنتبهوا. حاول ما ترهق حالك، ما تتعب حالك، وما تجهد حالك أكثر من اللزوم. يعني خدوا انتبهوا اللي بيشتغلوا أشغال حرة، خاصة بأدوات حادة، انتبهوا من الإصابات. ومعقول كتير يكون في عندك حدية بالكلام والمواجهات مع زملائك بالعمل. هيدي الفترة فترة دقيقة لمواليد برج الجوزاء، دخول العقرب، دخول المريخ لبرج العقرب. بتدخل بمواجهات طاحنة، يمكن حاول تكون ودود وعفو وعفوي، وبعد عن العنف بكون أفضل لإلك. هلأ المريخ بخليك يكون عندك اهتمام بالآخرين كتير، وكتير بتساعد مولود برج الجوزاء زملائك بالعمل. قديش في ناس يمكن بتكون شوي سئيلة معك، بس بتخليك تهتم مع زملائك بطريقة حلوة. أما مولود برج السرطان، في يمكن مشاكل يطرأ عليك مع الشريك العاطفي والشريك الزوجي. الأشخاص المقربين منك بده يكون في شوية حالة توتر، يمكن تفهم بطريقة خاطئة، ويمكن أنت تكون بدك تجرب تضغط على الحبيب وتفرض رأيك على الحبيب. بدكم تنتبهوا كمان بتعاملكم مع أبنائكم، ما فيكم تجوهم بالقوة، بدك تكون سلس معهم، بدك تكون قريب منهم. ردات فعلك بدها تكون مبالغ فيها، لأنك بدك تكون مشحون بالعصبية. حاول تكون هادي وتعد للمليون كرمال ما تتخطى الأمور نصابة مع الحبيب ومع الأبناء. إيجاباً أكيد المريخ بيعطيك قدرة على التسامح، وبيجعلك الإفصاح عما في داخلك دون ترك أي أثر. هلأ كون هادي، كل الأمور بتكون لصالحة. مواليد برج الأسد، كيف شو بده يأثر عليك المريخ بدخوله لبرج العقرب؟
أكيد بدك تكون مشحون بالغضب على طول، يعني بدك تفرض رأيك على عائلتك، بدك تفرض رأيك على أهل، على أولادك، على الزوجة، يعني بصير في عدم فهم الآخر. بدك تكون منتبه، وأهم شيء تبتعدوا عن المشاكل. ومن مريحة هيدا الفترة، غير مريحة للنقل، يعني لشراء عقار، ما تتسرعوا بشراء عقار، ما تتسرعوا بشراء بيت، ما تتسرعوا. وإذا بدكم تعملوا تجهيزات بقلب بيتكم، تغييرات هالأمور هاي أو تحضيرات لتغيير ديكور، بصير في عندكم تأخير والأمور ما بتكون لصالحك 100%. من ناحية تانية، يعني بدك تكون هادي بتعاملك مع أهل بيتك، ورح يكون في عندك شوية تأخيرات وتأجيلات بالأعمال بشغلك، لأنه الأمور ما بتكون مريحة. يعني عم بكون تربيع معك، وهذا المريخ كوكب الحرب، وعم بيكون بالبرج العقرب، يعني عم بيخليك تكون مشحون بالغضب كل الوقت. فبدنا نطول بالنا ونعد العشرة بهذه الفترة. أما مواليد برج العذراء، أكيد مواليد برج العذراء أهم شيء بدي أقول لك إنك تنتبه بالقيادة، ما تتسرع، ولأنه تنقلاتك بدها تكتر، اتصالاتك بدها تكتر، وسفرياتك كمان القصيرة. أهم شيء خلي علاقتك مع الإخوة تكون مريحة، ابتعد عن المشاحنات كمان، هذا أهم شغلة. وأي اجتماع، أي امتحان، أي قرارات، بديك تكون واعي، ما تتسرع أبداً، أنت عقلاني. بس المريخ بخليك أوقات تندفع، ما بخليك يكون عندك صبر، هيدا اللي بتقوله، ما بخليك يكون عندك صبر. هلا كرمال هيك أنا بقلك تكون رايق وتعد للعشرة قبل ما تاخد أي قرار، قبل ما تجاوبه على أي سؤال، لازم تكون متيقظ ومنفتح. هلا الأمور بالبيع والشراء بدك تسرع كتير، والبعض يمكن يكون في عندهم مصالحات مع أهل البيت، مع الإخوة، ولكن خلوكم ودودين، ممنوع الغلط بهذه الفترة مولود برج العذراء. هلا الحلو انه بهذه الفترة بخليك المريخ تكون تفرض رأيك، ورأيك بيكون محط الأنظار، ان كان بعملك، ان كان يعني انت بتكون صاحب الكلمة، انت بتكون صاحب القرار الصائب، والكل بيوافقك. وأكيد يعني بخليك تكتشف أمور كتيرة بعلاقاتك العاطفية، وعلاقاتك الشخصية، وعلاقاتك مع إخواتك، ومحيطك بالعمل، ومحيطك مع جيرانك. أما مواليد برج الميزان، هون أنا بدي أقول لك بدك تنتبه مولود برج الميزان، لأنه المريخ بيخليك تندفع وتتهور بالمصاريف بشكل قوي. إذا بتلاحظوا من هلأ بتحسوا انه المال ما بيصمد بجيبتكم، بزيد تسرعكم، بزيد كرمكم، بخليكم تندفعوا لشراء اشياء بتقولوا يا ريت ما اشتريناها، يعني بتشتروا الشغله وبعدين بتقولوا يا ريت ما عملنا. المغامرات الماليه بدكم تنتبهوا منها. ممنوع مولود برج الميزان تفوت بمغامرات ماليه، وانتبه من المحتالين، انتبه من النصابين ما ينصبوا عليك، انتبه ما يفوتوك بأمور منك فيها. ومن ناحية تانية، شراء الأشياء الثمينة بدك تعد للعشرة قبل ما تشتريها، أشياء بتخص البنوك، أشياء بتخص يمكن ترقيات، شيء بخص مولود برج الميزان، الوظيفة، هود الأمور بدك تاخدهم بعين الاعتبار، يمكن يكون في شوية تأخير فيهم بأخروا لك هالأمور. وبخليك المريخ بهيدي الفترة يكون عندك كتير عزايم، بتقول عزايم كتير، انت بتعزم وبتنعزم بهيدي الفترة، ولكن انتبه ما تدين حدا ولا تكفل حدا بهيدي الفترة، لأنه منه لصالحك أبدا أبدا أبدا. برج العقرب هذا كوكبك الحاكم، رح يدخل عندك أكيد بده يعطيك الطاقة الحلوة والنشاط والجرأة والقدرة العالية والانجذاب للجنس الآخر.
وأهم شيء بدي أقول كوكب المريخ بيعطيك الشجاعة والإقدام للعمل، وطاقتك واندفاعك بيكونوا كتير قوية. بس ما لازم تتسرع بالكلام وما لازم تكون قاسي، هيدا اللي بدي أقوله مولود برج العقرب. هلا اللي بدي أقوله يعني بحملك حمل على كتافك هيدا الكوكب، ولكن بزودك بالحكمة. هلا يلي بده يواجهك هون 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 يعني يا ويلو اللي بواجهه لمولود برج العقرب، ما رح يرحمه. هيدا اللي بدي اقوله، هيدا كوكبه وكوكب اللي بيهاجم على طول. فهو مولود برج العقرب من الابراج اللي هلا الشمس بمضايقته ضغط عليه، بس المريخ اللي عنده بده يقويه، بده يقوي له شخصيته، بده يقوي له كلامه، بده يقوي قدام الكل، بده يعطيه الشجاعة والجرأة. ما حدا رح فيه، اللي بيقول له كلمة بتروح عليه. فكرمال هيك هذا الكوكب بده يخليك يكون عندك جرأة وحماس زيادة عغير انت حماسك، وبقويك تتغلب على الكل، والكل بده يهيبك ويخاف منك. بس خلينا ودودين، ما بدنا نعمل مشاكل مع الكل. اما مواليد برج القوس القوسيه، انا بقول لك انه هذه الفتره بدك تكون متيقظ بهذه الفتره، لانه بده يكشف لك اسرار كثير، بده يكشف لك غموض كثير. يلي عنده علاقات عاطفيه سريه يمكن تكشف، يلي بده يبلش بعلاقه عاطفيه بهذه الفتره يمكن تروح تدوب دغري. وانتبهوا مواليد برج الاستغلال، يستغلوكن عاطفيا، يستغلوكن جنسيا. عدم الاقدام مواليد برج القوس بامور ما لك فيها. بتكتشف اشخاص على حقيقتها، تسقط اقنعه، بدك تنصدم بامور كثيره، خاصه بعلاقاتك العاطفيه وخاصه بعلاقاتك بالعمل. فهون بديك تكون منتبه، وانتبه من الفضايح، هيدا اهم شيء. انتبهوا لسمعتكم، يمكن معقول حدا يجرب يشوه سمعتكم. اما مواليد برج الجدي، انا بدي اقول لك انه يمكن يطرق عليك خلاف بينك وبين صديق، يمكن صديق تكون تحسه انه هو قريب منك يغدر فيك، تسمع كلام عنه منه مش مظبوط. مواليد برج الجدي بدها تكتر عليك صحيح الدعوات واللقاءات والأمور كلها، ولكن أنا بقول لك كون متيقظ مولود برج الجدي بكافة أمورك لعدم التسرع بأي أمر. ولازم تعرف صديقك من عدوك، هيدا المريخ بيكشف لك صديقك من عدوك. استثمارات، مشاريع، هول الأمور بدك تكون متيقظ وتعرف الأمور كلها بجدية وبحرفية تامة. من ناحية تانية مولود برج الجدي، بطلب منك تخلي يمكن تعرف على أصدقاء ما يكونوا مخلصين لإلك، يعني أصدقاء جديد بس يكونوا مغطيين بماسك مثل ما بنقول على وجوههم، وينعرفوا بعدين على حقيقتهم. أما مواليد برج الدلو، الدلو هون أنا بدي أقول لك بدك تنتبه بعملك. هيدا المريخ بالبيت العاشر، بدك تنتبه ما حدا يشوه لك سمعتك بالعمل، بدك تنتبه من مسؤولينك، تخلي علاقتك معهم منيح، وتبتعد عن المشاكل بهذه الفترة، وتكون حريص على كل تحركاتك وعلى كل تعاملك مع زملائك بالعمل. هلأ التغيير والتجديد بالعمل لا يسمح بهذه الفترة، عدم التهور وأي شيء. أهم شيء تكون علاقتك مع الزوج، مع الزوجة، مع الأمور، مع الخي الأكبر، الأم، البي، هو تخلي علاقتك منيحة معهم، لأنه كتير بهذه الفترة معقول تخرج عن صمتك ويطلع صوتك، ويكون عندك انفعالات غير متوقعة، فيتفاجأ الكل بردات فعلك. بدك تجرب تحسن أمورك وما تخالف القوانين، والخطأ يبان ويمكن تحاسب، وحدا يعني ما منقول تحاسب على كل كلمة بدك تقولها، ولأنه يمكن تفهم بطريقة خاطئة. وأخيراً برج الحوت، أنا بقول لك عم بيكون بالبيت التاسع، بدأ تكتر سفرياتك كتير مولود برج الحوت، وبنفس الوقت بطلب منك أنك تجرب مولود برج الحوت بدراستك
تركز أكتر، ما تتسرع بالإجابات، ما تتسرع مثل ما بنقول بأخذ قرارات مش مظبوطة. هلأ المريخ بيخليك يكون عندك تجارة كتير قوية وتعاملك مع الأجانب بيقوى، بس كمان بدي إياك تكون متيقظ وحريص لتعرف مع مين عم تتعامل مع الأجانب. يعني إذا عندك تجارة جديدة، إذا عندك سلعة بدك تسوقها، هذه الأمور بدك تخذهم بعين الاعتبار. وسفرياتك بدك تكون صحيحة كتيرة، ولكن انتبهوا بهذه الفترة بتنقلاتكم على الطرقات، حتى انتبهوا بتنقلاتكم حتى لما بتروحوا بدكم تسافروا، انتبهوا من ضياع أغراضكم، انتبهوا من التأخير، انتبهوا من التأجيل. من الناحية العاطفية بدكم تنتبهوا وتخلوا كلامكم ودود مثل ما منقول، واللي عنده علاقة عاطفية من غير جنسية اللي هن بعاد يمكن يصير في تلاسم بالكلام ويفهموا بطريقة خاطئة عبر السوشيال ميديا، يعني ما بعد فيها الحوارات البناءة. ولكن اللي بدي أقوله أنه إيجابا بخليك تكسب مال بسرعة، هيدا اللي بدي أقوله، من وراء صفقات تجارية مولود برج هيدا الحوت، ومن ناحية تانية يمكن مولود برج الحوت يكون عنده بحث علمي عم بيشتغل عليه يمكن يسطع بسرعة ويبين وتكون الأمور منيحة. يا جماعة هيدا هو المريخ بانتقاله لبرج العقرب، بأس كيف شو أثر على كافة الأبراج. بشوفكن على خير.